وطبعا يا استاذ جمال انا عايزه اسالك، انه شايف مفاتيح اللعب الموسيماني المفروض يكون بيعتمد عليها الفتره اللي جايه، مش بس مباراه المريخ. يعني احنا داخلين على مشوار افريقيا طويل، اكيد الفريق كله كام، يعني حتى ان في غيابات دايما بنقول الفريق بنحس ان هو كامل، الاهلي بمن حضر، بس شايف اكتر لعيبه مستواها ثابت الفتره دي والاهلي او موسيماني لازم يكون بيعتمد عليهم بشكل اساسي. في لعيبه يعني انت كسبتي مجموعه لعيبه في المباريات الاخيره، وده الشيء برضو الجميل جدا. يعني انا مثلا شايف ان طاهر محمد طاهر في الفتره الاخيره انا معاك ومنذ جدا. ومنذ انضمامه الى صفوف النادي الاهلي، لا كل يوم بيزيد، كل يوم فعلا بيزيد، وتحسي ان هو، ما هو ميزه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي ان هو اللعيبه بتخش في النسيج بتاعه. في لعيبه ما بتعرفش، في لاعب لا اول ما بيجي وبياخد الفرصه. ف اللي انا بتمنى كمان انه يعني يتاح له فرصه في الفتره القادمه، فرصه اكبر، محمد شريف صراحه. يعني في لعيبه اخرين، لكن انا بشوف ان محمد شريف اول ما جه من الاعاره تألق جدا في كل مباريات اللي لعبها. فانا بشوف الا اذا كان هناك ظروف لا اعلمها، لكن انا بتكلم كمشاهد. انا بنقل لحضرتك نبض الناس. صح. الناس كتيره بيسالوا طب محمد شريف ليه مش ما خدش الفرصه؟ اصل انت لما يبقى عندك لعيب وبيتالق اديله وقته. صح. عندك مثلا اكرم توفيق، لاعب برضو اثبت ان هو من اللعيبه اللي هيكونوا يعني دعم كبير. عندك ناصر ماهر طبعا بالاضافه للاساسيين. طبعا انا بكلم حضرتك على اللعيبه اللي رجعوا من الاعاره، انا شايف انه كان افضل قرار للجنه الفنيه الكابتن محسن صالح ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب انه اللعيبه دول يرجعوا. انا شايف ان هم اضافه للفريق اكتر من انك تتعاقدي مع لعيبه اخرين بمبالغ طائله. يعني دول ولاد النادي يعتبروا، فاما انت تعتمدي عليهم اكيد هتقدري تستعيني بيهم جدا، ويعني يسدوا الثغرات اللي موجوده او المشاكل اللي بتكون موجوده. عندك طبعا علي معلول من اللعيبه الاساسيين، يعني انا مش عايز انسى حد اكيد طبعا، لكن انا بقول لحضرتك اللي هي الملاحظات العامه اللي هي ممكن تكون مثلا المؤشرات اللي جايه. عشان كده اتكلمت على، طب لو سالتك على خط هجوم النادي الاهلي، انك تقول لي رقم الافضل، يعني تقول لي افضل مهاجم في النادي الاهلي 1 2 3 شايفهم ازاي؟ يعني هقول لك، هو انا من وجهه نظري الشخصيه انه شريف لو خد الفرصه، ونتمنى ان ده يبقى في الفتره الجايه، هيبقى هو، ما هو اصل هو مش اصغر من محمد مصطفى محمد مثلا اللي هو انتقل النهارده من الزمالك طبعا اعاره ومؤدي اداء كبير الحقيقه، وبيؤدي اداء كبير جدا. انا بشوف برضو الدفعه اللي عند محمد شريف ممكن تبقى كده. اللاعب الاخر الافريقي انا نسيت، وولتر بواليا ده غير محظوظ على الاطلاق، لكن هو لاعب وهداف. شايف ايه ناقصه يا استاذ جمال؟ انا شايف انه التوفيق، لانه في كذا مره، يعني انا بشوف الصوره الاخيره اللي انتشرت اللي هي وهو جوه المرمى، هو اللي دخل المرمى بنفسه، والضحكه بتاعته لا بتلخص هو كان يعني مصدر يعني خطوره المباريات اللي فاتت، ولكن ممكن يكون فعلا الجماهير شايفه ان كان في عدم توفيق شويه، يعني كذا هدف يبقى اوف سايد. بالظبط بالظبط، او من خلال الفار بعد ما خلاص الراجل جاب الجون وكل حاجه بيبتدي الغاء هدف. فطبعا ده اكيد عامل برضو لما هياخد فرص، وانا شايف ان هو هيجي طبعا جدا يعني. في طبعا كهربا موجود. انا بشوف بقى انه الثلاثي برضو اللي تحت خط اللي تحت المهاجم ده مهم جدا، لانه النهارده ما بقاش فيه حته المهاجم بس، لا لازم الثلاثه اللي معاه ممكن جدا على فكره اثناء المباراه يبقى بيتبادلوا المراكز، يعني ان هو بيبقى في اقرب نقطه اكيد لان هو يسجل يعني. صح.